دين السماحة والسلام، نهج التسامح والوئام، أمن القلوب ربيعها، صلح وعفو وانسجام، يا دعوة الخير التي نادى بها خير الأنام، هي نفحة الحب التي حملت لنا أبش السلام، هي دعوة الخير التي نادى بها خير الأنام، هي نفحة الحب التي حملت لنا أبش السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. موضوع حديثنا اليوم هو عن الزيارة في الله، الزيارة في الله، هذا الخلق الإسلامي النبيل الذي هجره الكثير من المسلمين اليوم، مع أن له ثمرات عظيمة لو لم يكن منها إلا حب الله سبحانه وتعالى لهذا العبد لكفى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل خرج لزيارة أخ له في الله في قرية أخرى، فلما كان في سفره هذا أرسل الله عز وجل إليه ملكاً فوقف في مدرجته، أي على طريقه، فلما أتى عليه سأله هذا الملك: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في الله أزوره من هذه القرية. فقال له: هل لك من نعمة تربها؟ أي هل لك من مصلحة مادية تريد أن تحافظ عليها؟ لك من مال عنده تريد أن تنميه، توصيه عليه، تطمئن عليه؟ هل لك من نعمة تربها؟ أي هل دافعك أمر من أمور الدنيا من المال؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال له الملك: أما إني رسول الله إليك لأخبرك أن الله يحبك. حب الله سبحانه وتعالى لهذا العبد إنما كان بسبب زيارته لهذا الأخ له في الله سبحانه. وأيضا في الحديث الآخر، الحديث القدسي، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن رب العزة تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيّ والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا. وكلا الحديثين صحيح. وأيضا هذا في الدنيا يحصل المرء محبة الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل محبة الله فأي نعمة أعظم من هذه؟ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يضاف إلى هذه الثمرة العظيمة للتزاور في الله ثمرة أخرى، وهي استحقاقه الجنة بهذه الزيارة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله بعث الله ملكاً إليه ليقول: طبت وطاب ممشاك
وطابت لك الجنة، وفي بعض الروايات وتبوأت من الجنة منزلا، أي أسأل الله عز وجل، يعني هذا الملك يدعو له بأن يهيئ له عيشة كريمة هانئة طيبة، وأيضا أن يكرمه بمنزل في الجنة، والدعاء من الملك مقبول إن شاء الله. شرط هذه الزيارة أن تكون في الله ولله، لا أن تكون لغيبة ولا لنميمة ولا لأمر منكر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فهذه الثمرات العظيمة من وراء هذا الفعل البسيط الذي لا يكاد يكلف المرء شيئا من المال أو الوقت. فحري بنا نحن المسلمين أن نحافظ على هذه الثمرة، وأن لا نحرم أنفسنا هذا الأجر العظيم وهذه المكانة وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملني وإياكم بهذا الخلق الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السماحة والسلام، نهج التسامح والوئام، أمن القلوب ربيعها، صلح وعفو وانسجام، يا دعوة الخير التي نادى بها خير الأنام، هي نفحة الحب التي حملت لنا أبش السلام، هي دعوة الخير التي نادى بها خير الأنام، هي نفحة الحب التي حملت لنا أبش السلام.